اقترح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد العزيز الروماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حياك الله دكتور، أهلا بك معنا. حياك الله أستاذ زهراء، أنت والمشاهدين الكرام. إذن البلاغ يقول دكتور إن الوضع مقلق ويسارع إلى مبادرة وصفها بالعملية، ما هي أبرز معالم هذه المبادرة؟ الوضع مقلق بدون شك، الوضع يطبعه الكثير من الحذر ويطبعه الحيرة وغير ذلك، لأن المعطيات لا الصحية لا الاقتصادية لا الاجتماعية كتأرجح ما بين الأمل وفي الأزمة، يمكن لنا نتحكم في الأزمة الصحية قد ولا غدا، ولكن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية سواء إقليمية ولا دولية كتبدو كبيرة جدا. باش نفهموا المبادرة الملكية للجوهرة خصنا نوضعوها في الإطار ديالها الدولي والإقليمي. الأولى، هذه الجائحة كتضرب الآن بدات كتضرب الدول الإفريقية بشكل ملحوظ والتراخي، خاصة أن الأرقام في إفريقيا ما يمكنش تكون كاملة، إذا التراخي يمكن أن يؤدي إلى كارثة. الوضع الثاني أن المغرب اللي وقع عدة اتفاقيات شراكة مع الأشقاء ديالو الأفارقة اللي فاقت 1500، دائما كان كيأكد على تبادل التجارب، دائما كان كيأكد على تبادل الخبرات، دائما كان كيأكد على ضرورة خلق منظومة عمل موحدة، والآن حان الوقت باش نفعلوها. لمواجهة الجائحة بشكل موحد لابد من تفعيل هذا المفهوم الملكي في مجال التعاون جنوب جنوب، لأنه كيستند على الاعتماد على القدرات البشرية ديال إفريقيا باش نواجهوا التحديات. السنغال على الجوهرة والكوت ديفوار كيتقاربوا مع التجربة الرقمية المغربية في هذه الآفة هذه. السنغال اليوم فيها 300، كوت ديفوار فيها 600، ولكن المغرب راه مر من هنا لأن عنده 1888 كما قلتي الآن. إذا من حق المغرب ومن واجبه إفداء النصح وإفداء التضامن لخوتو، وغدا ولا بعد غدا هاد الدول بثلاثة السنغال والكوت ديفوار والمغرب يمشيوا ونقلوا التجربة لدول أخرى باش إفريقيا تصدى بقوة بيد موحدة بيد متحدة لهذه الجائحة. المغرب في المسألة موضوع هام كذلك يتعلق بالتدبير الزمني، نحن نسابق الزمن للحفاظ على الأرواح وذاك شأن عظيم كذلك. تماما، وانت عطيت التقييم ديالو والتثمين ديالو الهام جدا. هادو دول خوت، هادو دول شقيقة، ماشي الرخاء كنا معاهم اليد باليد والقناطر مبنية بيننا وبينهم لا في الجانب التضامني ولا الإنساني ولا غير ذلك. وفي أيام الأزمة كما دارت العديد من الدول، انتم شفتوا أوروبا، انتم شفتوا أمريكا تمنع حاليا تصدير هذه الأجهزة ديال الطبية وغير ذلك. أوروبا راه شفتوا التفكك في الاتحاد الأوروبي، ولكن المغرب كيمشي من كيعيط عليه الرئيس ديال مالي. ما تنسيش هذا الزهراء، راه عاد هذه ثلاث ايام ولا يومين تباحث مع الرئيس ديال مالي اللي التهمت من جلاله الملك باش يعطيه باش يوضع يفتح ذاك المستشفى العسكري الاستشفائي اللي في باماكو، ووافق عليه جلاله الملك. ما تنسيش هذيك اللجان ديال الخبراء اللي مجتمعه الان وكذا، كلها متحده في افريقيا باش يوضعوا ديك اللي اقترح المغرب ديك المنصه ديال الخبراء وغير ذلك. ما ننساوش ان هناك مقترحات كثيره موضوعه في خدمه افريقيا. اذا نحن نعمل بجد وباجتهاد في المرحله الحاليه وبتعبئه وتضامن مع انفسنا اولا داخل هذا البلد، ولكن ايضا مع اخواننا واشقائنا في الدول الافريقيه. لماذا تاتي المبادره الان بالذات؟ مهمه جدا، هذا استنتاج واضح، لان اللي دفع المبادره للملك في هذه المرحله انه كما قلت المعطيات صعبة في إفريقيا. إفريقيا الآن بدأت غادية فوق 15,000 دول الشقيقة اللي قريبة دايزة من طريق اللي دزنا من هنا، هذه غير أسبوع ولا أسبوعين باش دزنا من هذه الأرقام. صندوق النقد الدولي ولا كيخلع الناس دابا الجوهرة، راه كيقول لك كساد عالمي أفضع من الكساد ديال 29. طيب دكتور إذا تفضلت، أنا قرأت في التوقيت إشارة محلية إيجابية. بيان سور كاين، علاش؟ لانك لما كتشوف دوله بحال المغرب اعطات هذا الاجتهاد في المرحله الحاليه تحت هذا الضغط، رغم هذا الضغط اعطات واحد الاجتهاد
لما كتشوف ان التقدم التكنولوجي العالمي والطبي والصناعي وغير ذلك بغى يحاصر بسرعه كبيره هذه الآفة رغم الخسائر الكثيره، لما كتشوف انه في بلد يعني نامي التافت لذاته وبغى يعول، شوفي هذاك المستشفى غيفرحك، هذاك ديال الدار البيضاء اللي فيه 700 غرفه، شوفي الوضع ديال الطاقم العسكري المناطق اللي كيوضع فيها الان باش تكون نكونوا جاهزين في المرحله ونربحوا المساحات غتصحي وغتبتهجي. شوفي الانخراط ديال الشركات كلهم الان في المغرب متضامنين باش يواجهوا باش يبنيوا بنيه تحتيه قادره يفرح الشباب ديال المغرب بالكفاءه ديالو التصنيعيه، يصنع اجهزه في مستوى طبي جيد. الحقيقه انا ما افرحني اليوم هو عدم تسجيل اي وفاه، انا اعتقد اعظم ما يمكن ان يكون في الارض هو الروح البشريه. اللي غيفرحنا هو للغد ان شاء الله، الارقام يمكن تطلع يمكن تهبط، ولكن خصنا نكونوا من هنا المرحله المقبله جاهزين وقادرين وبهذا التعبئة تستمر وهذا الامتثال وهذا الانضباط يستمر إن شاء الله. طيب كيف يمكن لإفريقيا أن تواجه هذا الطارئ الصحي الاستثنائي في ظل بنيات تحتية تعرف أنه إذا كنا لطفاء جدا سنصفها بالضعيفة؟ طبعا علاش لا جوهرة؟ لأن هذا الاستنتاج اللي كتقوليه هو اللي دفع جلالة الملك، لأن عارفين قدراتنا. علاش المغرب سبق بسرعة وبدا العالم كيهضر عليه كنموذج؟ إذا إفريقيا يجب أن تخطو، يجب أن تسير على نفس المسار. الآن العالم كله كيخسر واحد 9 ديال تريليون ديال الدولار كبيرة لا جوهرة باش تكون في البيئة، فين غاديين؟ الله يعلم، هذا صعيب بزاف، ولكن إذا خصنا نشوفوا الحلول، خص منصة الخبراء اللي اقترحها المغرب الآن في إفريقيا تكون جاهزة، خص نتبادلوا التجارب ما دام المغرب الآن لك ذاك المبدأ الهام جدا اللي هو حماية الأرواح والأرزاق بما قدره لنا وبما نستطيع وبما حب الله به شعوب إفريقيا من قدرة وإحساس وطني وتضامن غير ذلك. ربما دكتور كذلك علينا أن نقول أنه أثبتت التجربة اليوم أنه لا مجال للبعض أن ينصبوا أنفسهم كمدرسين يعطونا الدروس، نرى كيف تتفاعل. هذا جميل، هذا جميل، ولذلك يجب أن نثق في بعضنا. قلنا هنا في ميديا أن تي في في أكثر من مرة أن شعارنا هو إفريقيا تثق في إفريقيا كذلك. هذا جميل، لأنه إلا ما كانتش اليقظة والحذر والحس الاستباقي مشينا فيها كما كيقولوا. شفتي صندوق النقد الدولي 25 دولة إفريقية عفوا فقيرة، فيها اليمن من الدول العربية، فيها أفغانستان، فيها ولكن فيها الدول الإفريقية، أشنو دار لها كاع؟ يعني مشى معها بدوك المنح اللي يالله غتعطيها بالنسبه للديون ديالها واحد سنتين، يعني بحال اللي كيخفف الالم فقط ولا يعالجه. اذا حنا كنواجهوا الجفاف، كنواجهوا بنيه تحتيه ضعيفه، ولكن كنواجهوا ايضا كورونا الان، ولكن عندنا قدرات في الموارد البشريه، يمكن الاعتماد على تمييل كفه الاعتماد على الذات وعلى مواردنا وعلى قدراتنا وعلى كفاءاتنا، ولكن الا ما قدرناش كل دوله كانت ضعيفه نتبادلوا هذه التجارب. اذا الفكرة الملكية، المبادرة الملكية هي لا تختلف، هي كتمشي في نفس المسار مع المفهوم ديالو ديال التعاون جنوب جنوب اللي كنطلقوا مع المفاهيم والمبادرات السابقة. هذا ما ننساوش لأننا الآن راه العالم مشينا لجوج المليون ديال المصابين، ومشينا 100,000 ديال الوفيات، والنمو الديموغرافي في افريقيا راك عارفه مع البنية التحتية. إذا لابد من الرأي الاستباقي يكون حاضر، خاصة أن التقدم التكنولوجي ولا العلمي ولا الطبي مازال شويه على قدر الحال، وحتى الارقام باش تخرج من افريقيا كتخاف غدا لا افريقيا تكون هي البؤره القادمه. باش ما تكونش هي البؤره القادمه يجب الاستباق بما استطعنا، نستمروا في جهود الاحتواء، نستمروا في التعبئه واليقظه، ولكن نزيدوا عليهم تبادل التجارب والاستفاده من القرارات الاقتصاديه اللي غاديين فيها الان، نشجعوا البحث العلمي، راك شفتي المغرب اشنو كاين، نشجعوا الصناعه الداخليه والكفاءات الوطنيه للغدا، هادشي قالوا الملك شحال من مره هذه 7 سنين ولا 10 سنين في افريقيا ككل على الاعتماد بالذات، وصلنا لها الان. طيب نحافظوا على هذا المسار وعلى هذه الوحده وعلى المنظومه الصحيه وعلى التعليميه وغير ذلك، ونكون ان شاء الله بخير في المرحله المقبله. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في القضايا الاجتماعيه.